بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي اللغات، ميعادنا اليوم في تكملة دروس الكيمستري. Our lesson today is quarks. هنتكلم يعني إيه كوارك. طبعا إحنا عارفين إن ذا نيوكلاس كونتين بروتون أند نيوترون. طيب السؤال، يا ترى البروتون والنيوترون دي هي ذا سمولست يونت، هي أقل يونت موجودة إن ذا نيوكلاس، ولا البروتون والنيوترون ده بيتكون من يونت تاني أقل أو أصغر؟ احنا كنا بنعتقد ان النيوكلاس كونتين بروتون اند نيوترون، وان البروتون والنيوترون دول هم ذا سمولست يونت، هي اقل يونت موجوده داخل النيوكلاس. الى ان جاء تو ساينتست اللي هو ميوري جيل اند مان، دول تو ساينتست بروفد ذات ذا بروتون اند نيوترون كومبوزد اوف برايمري يونت كولد كواركس. يبقى ميوري جيل اند مان اثبتوا من البروتون والنيوترون composed of unit أقل أو primary unit سموها أو called quarks. طب يا ترى إيه هو الكوارك ده، عبارة عن إيه، وهل هو one type ولا أكتر من type؟ يبقى نتكلم دلوقتي عن type of quarks. type of quarks إن الكواركس، الكواركس ده يا شباب هم عبارة عن mean two types، هم عبارة عن two types. one type بنسميه up quark، والنوع الثاني أو the second type بنسميه down quark. يبقى أنا عندي الكوارك two types، ذا فيرست تايب بنسميه الاب كواركس، والسكند بنسميها الداون كواركس. طيب الاب كواركس اللي تشارج اوف اب كواركس ايكوال بوزيتيف، بوزيتيف 2 اوفر 3 اوف ذا تشارج اوف الكترون. تاني الاب كوارك وذ تشارج ايكوال، اللي تشارج بتاعته اولا بالبوزيتيف، وبوزيتيف كام؟ بوزيتيف 2 اوفر 3 اوف ذا تشارج اوف الكترون، يعني اللي تشارج بتاعته هي عباره عن تلتين او 2 اوفر 3 اوف ذا تشارج اوف الكترون. والسكند تايب اوف كوارك بنسميها داون كوارك، وذ تشارج ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 3 اوف ذا تشارج اوف الكترون. يبقى في عندي اب كواركس اند داون كواركس، الاب بالبوزيتيف والداون بالنيجاتيف. الاب كوارك اللي تشارج بتاعته عباره عن بوزيتيف، بوزيتيف كام؟ مش البوزيتيف، بوزيتيف 2 اوفر 3 اوف ذا تشارج اوف الكترون، يعني هو مش ايكوال، اللي تشارج بتاعته مش ايكوال ذا تشارج اوف الكترون، لا ده هي تلتين اللي تشارج اوف الكترون بس بالايه يا شباب؟ بالبوزيتيف. وايل داون كوارك وذ تشارج نيجاتيف، نيجاتيف كام؟ 1 اوفر 3 اوف ذا تشارج اوف الكترون. طيب الاب كوارك في عندي منها 3 تايبس، الاب والشارم وتوب. تاني اب وشارم وتوب. وفي عندي 3 تايب اوف داون كواركس، اللي هي الداون والسترينج وبوتوم. يبقى داون سترينج بوتوم، وعندي هنا اب وتشارم وتوب. يبقى انا كده عندي توتال نمبر اوف كواركس، عندي كام نوع من الكواركس؟ 6 تايب، اب وشارم وتوب، ودولت اللي تشارج بتاعتهم بالبوزيتيف، بوزيتيف 2 اوفر 3، وداون وسترينج وبوتوم، واللي تشارج بتاعتهم بالنيجاتيف، نيجاتيف 1 اوفر 3. طب يا ترى هل احنا محتاجين السكس دولت؟ لا، احنا كل اللي عاوزينه في الدراسه بتاعتنا عاوزين تو تايبس من السكس، عاوزين الاب اللي التشارج بتاعته بوزيتيف 2 اوفر 3 والداون. يبقى انا دلوقتي يا شباب الاب والداون دول هنركز عليهم، لان دولت اللي هيكون منهم البروتون والنيوترون. تاني يا شباب، يبقى انا عندي ايه هي الكوارك؟ ذا كوارك از ذا يونت، هي اليونتس فروم ويتش بروتون اند نيوترون كومبوزد، اللي بيتكون منها البروتون والنيوترون. عندي كام تايب اوف كوارك؟ عندي 6 تايب، نقدر نصنفهم ان هم 2 تايبس، نوعين. السكس دولت ممكن نقول ان هم 2 تايب. عندي 3 تايب اللي هم الاب والشارم والتوب، دول بنسموهم الاب كواركس، واللي تشارج بتاعتهم بالبوزيتيف، بوزيتيف 2 اوفر 3. وعندي 3 تايبس الداون والسترينج والبوتوم، اللي تشارج بتاعتهم بالنيجاتيف، نيجاتيف 1 اوفر 3، ودي بنسموهم الداون كوارك. يبقى انا دلوقتي تلخيص الكلام ده كله عشان ما اتلخبطش واسهل على نفسي، نقدر نقول ان الكوارك دي اليونت اللي بيتكون منها البروتون والنيوترون. الكوارك ممكن نقول انها بتتكون من تو تايبس، اب وداون. الاب ببوزيتيف 2 اوفر 3 والداون بنيجاتيف 1 اوفر 3 اوف ذا تشارج اوف الكترون. طيب عاوزين نعرف بعد كده يا شباب، ناخد اكزامبل بيقول لي ذا كومبوزيشن اوف بروتون اند نيوترون. يا ترى البروتون ده، احنا اتفقنا ان each of proton and neutron composed of smaller unit او primary units سميناها الكوارك. طيب تعالوا ما نشوف البروتون ده بيتكون من اني كوارك من 6 تايب اللي احنا خدناهم، والنيوترون بيتكون من ايه. اولا البروتون
composed of two up quarks and one down. تاني بروتون composed of two up quarks and one down. طب احنا عارفين ان الاب كوارك اللي تشارج بتاعته بالبوستيف بوستيف كام؟ بوستيف 2 اوفر 3، وايل الداون كوارك بالنيجاتيف نيجاتيف 1 اوفر 3. طيب يبقى ذا توتال تشارج اوف بروتون، البروتون ده اللي هو بيتكون من 3 كواركس 2 اب 1 داون، التوتال تشارج بتاعته يا ترى هتطلع بكام؟ تعالوا ما نحسب مع بعض. انا عندي 2 اب اند 1 داون، ايتش اوف ذا اب كوارك اوف تشارج بوستيف 2 اوفر 3. اذا بنقدر نحسبها بوزيتيف 2 اوفر 3 ده اللي تشارج بتاع ذا فيرست اب كوارك بلس 2 اوفر 3 ده اللي تشارج بتاع ذا سكند اب كوارك لان انا عندي 2 اب كوارك، والثيرد بالنيجاتيف نيجاتيف 1 اوفر 3. لما نحسبها كده يا شباب بوزيتيف 2 اوفر 3 بلس 2 اوفر 3 ماينس 1 اوفر 3 هيطلع عندي ايكوال بوزيتيف 1. لذلك البروتون has charge equal positive 1. يبقى انا لما اجي اقول لك give reason the proton of charge is positive 1، ليه هي positive 1؟ اقول له because it composed of two up quark and one down quark. و the charge of the up quark positive 2 over 3 and the charge of negative quark بالnegative 1 over 3. يبقى انا لما اجي احسب two up one down هتطلع اللي تشارج عندي بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 1. طيب يا ترى النيوترون بقى بيتكون من ايه؟ النيوترون composed of two down quark and one up. يبقى النيوترون composed of two down quark and one up quark. طب تعالوا نحسب the total charge of neutron. الداون كوارك اللي تشارج بتاعته نيجاتيف نيجاتيف 1 اوفر 3، عندي منه 2 او اقدر احسبها نيجاتيف 1 اوفر 3 نيجاتيف 1 اوفر 3 بلس او بوزيتيف 2 اوفر 3 اللي هو الاب. يبقى انا عندي 2 داون اند 1 اب، الداون ماينس 1 اوفر 3 او نيجاتيف 1 اوفر 3 نيجاتيف 1 اوفر 3 بلس 2 اوفر 3. لما اجي احسبها يا شباب هيطلع 0 اوفر 3 ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى جيف ريزون ذا نيوترون هاز نيوترال تشارج او ذا نيوترون از نيوترال. جيف ريزون ليه؟ اقول بيكوز ات كومبوز اوف 2 داون اند 1 اب. ونحسبها 2 داون ماينس 1 اوفر 3 ماينس 1 اوفر 3 بلس 2 اوفر 3 ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى احنا كده عرفنا يا شباب ان البروتون والنيوترون مش هما ذا سمولست يونت ان ذا نيوكلس، لا ده في يونتس اقل اللي هي ايه؟ اللي هي الكوارك. عندي منها 2 طيب اب وداون، الاب بالبوزيتيف والداون بالنيجاتيف. الاب بوزيتيف 2 اوفر 3 اوف ذا شارج اوف الكترون، وايل داون اللي الشارج بتاعته بالنيجاتيف نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 1 اوفر 3 اوف ذا شارج اوف ذا الكترون. البروتون هاز 1 بوزيتيف تشارج ليه؟ بيكوز ات كومبوز اوف 2 اب اند 1 داون. واي النيوترون از نيوترال بيكوز ات كومبوز اوف 2 داون اند 1 اب. طيب عاوزين نعرف او ناخد اكزامبل للكواركس الموجوده في النيوكلاس اوف هيليوم. نيوكلاس اوف هيليوم طبعا احنا عارفين ان الهيليوم الاتوميك نمبر للهيليوم ايكوال 2 والماس نمبر ايكوال 2. يبقى الكوارك النيوكلاس ان هيليوم احنا عارفين ان الهيليوم كومبوز اوف 2 اب اند 2 اسف بيكون من 2 2 بروتون اند 2 نيوترون. طيب تعالوا نوضح الكلام ده في الفيجر دوت. يبقى انا عندي النيوكلاس كومبوز اوف 2 اب اند 2 اسف 2 بروتون اند 2 نيوترون. يبقى الهيليوم نيوكلاس كونتين 2 بروتون اند 2 نيوترون. ايتش اوف ذا بروتون كومبوز اوف 2 اب اند 1 داون. يبقى تاني يبقى كل بروتون يا شباب بيتكون من 2 اب اند 1 داون. يبقى انا عندي الاول كام بروتون؟ عندي 2 بروتون، وعندي كام نيوترون؟ 2 نيوترون. ايتش بروتون كومبوز اوف 2 up and 1 down. والسكند بروتون برضه composed of 2 up and 1 down. while النيوترون composed of 2 down and 1 up. والسكند نيوترون composed of 2 down and 1 up. اذا هو لو سالني what is the total number of down quark in helium nucleus او nucleus of helium بتتكون من كام داون مثلا؟ كام داون؟ هاو ميني داون كوارك؟ اقوم اعد الداون ادي 1 2 3 4 5 6. يبقى بيتكون من 6 اب
6 اب اللي هم ادي 1 2 3 4 5 6، وبيكون من كام داون؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى تاني يا شباب، يبقى الهيليوم نيوكلس كومبوزد اوف 6 اب كوارك اند 6 داون كوارك. حسبناها ازاي؟ عرفنا ان الهيليوم كومبوزد اوف 2 بروتون اند 2 نيوترون، ايتش بروتون كومبوزد اوف 2 اب اند 1 داون، السكند بروتون كذلك بيتكون من 2 اب اند 1 داون، وايل النيوترون كومبوزد اوف 2 داون اند 1 اب، والسكند نيوترون كذلك بيتكون من 2 داون اند 1 اب. لما نجمع ذا توتال نمبر اوف اب ايكوال 6 اند ذا توتال نمبر اوف داون ايكوال كام؟ 6. مش محتاجين ان احنا كل بروبلم او كل اكزامبل ناخده نقدر نرسم عشان نقدر نعرف النمبر اوف اب والنمبر اوف داون. احنا ممكن نحسب التوتال نمبر اوف اب كوارك من خلال الرول اللي هي بتقول لي نمبر او توتال نمبر اوف اب كوارك ايكوال تو زد بلس ان، تو زد بلس ان، وير الزد ده اللي هو الاتوميك نمبر اللي هو النمبر اوف بروتون اللي هو كام؟ اللي هو 2، وايل ان ذا نمبر اوف نيوترون. تاني يا شباب، the total number of up quark equal to z plus n، الـ z اللي هو number of proton اللي هو 2 والـ n number of neutron اللي هو 2. يبقى أنا لما أجي أحسب the total number of up quark ممكن نحسبها equal 2 times 2، يبقى 2 times 2 plus 2 equal كام؟ equal 6. يبقى أنا يا شباب لو عاوز أستخدم الرول دي تكون أفضل وأسهل ان انا احسب ايه يا شباب؟ نحسب النمبر اوف اب كوارك. الاب كوارك احسبه ازاي؟ الاب اهوت، يبقى الاب كوارك الاب او ذا توتال نمبر اوف اب كوارك ايكوال ايكوال ايه؟ ايكوال 2 زد 2 زد بلس ان. الزد عندي اللي هو الاتوميك نمبر، عندي كام؟ الاتوميك نمبر ايكوال 2، يبقى 2 تايم 2 بلس ال n اللي هو النمبر اوف نيوترون، عندي كام نيوترون؟ عندي 2، يبقى 2 تايم 2 بلس 2 ايكوال كام؟ ايكوال 6 اب كوارك. طيب السكند رول اقدر احسب من خلالها ذا توتال نمبر اوف داون كوارك. التوتال نمبر اوف داون كوارك ايكوال 2 n بلس زد، وير ال n ذا نمبر اوف نيوترون، وايل الزد ذا اتوميك نمبر او النمبر اوف بروتون. يبقى نقدر نحسب الداون كوارك ايكوال 2n بلس زد، 2n بلس زد. طيب ال n اللي هو النمبر اوف نيوترون، عندي كام نيوترون في الهيليوم نيوكلاس؟ عندي 2 نيوترون، يبقى 2 تايمز 2 بلس الاتوميك نمبر او النمبر اوف بروتون ايكوال 2 ايكوال 6 داون كوارك. يبقى الهيليوم كومبوزد اوف 6 اب كوارك اند 6 داون ايه؟ داون كوارك. يبقى انا ممكن احسب، يبقى التو رولز دولت يا شباب مهمين، اقدر من خلالهم احسب ايه؟ احسب الايه؟ التوتال نمبر اوف ايه؟ كوارك، سواء كانت اب او ايه او داون. طيب ناخد اكزامبل تاني كده، بيقول لي ايه؟ ان اليمنت ويز اتوميك نمبر 9، ان اليمنت ويز اتوميك نمبر ايكوال 9، يبقى الاتوميك نمبر عندي ب 9، ذا نيوكلس اوف اتس اتوم كونتين 29 داون كوارك. يبقى انا عندي اليمنت الاتوميك نمبر او الزد بالنسبه له بكام يا شباب؟ الزد ايكوال 9 او الاتوميك نمبر ايكوال 9، ومديني كونتين 29 اب داون كوارك. طب المطلوب بيقول لي ويتش اوف ذا فولوينج از كوريكت فور ذات اليمنت، عاوزني احسب الماس نمبر وعاوز احسب كمان مين؟ النمبر اوف اب كوارك. يبقى عاوزين نحسب الاول الماس نمبر. الماس نمبر ده اجيبه ازاي؟ عشان احسب الماس نمبر لازم يبقى عندي النمبر اوف بروتون والنمبر اوف نيوترون. طب انا عندي النمبر اوف بروتون عندي اهوت اللي هو 9، يبقى انا دلوقتي المفروض يبقى عندي كمان النمبر اوف نيوترون. طيب هو مديني معلومات بيقول لي ان الداون ايكوال كام؟ 29. اذا اقدر اكتب الرول اللي عندي اللي هو الداون كوارك ايكوال ايه يا شباب؟ ايكوال 2n بلس زد. طب يلا بقى نشيل الداون كوارك، النمبر اوف داون كوارك ايكوال كام؟ ايكوال 29، يبقى ده ايكوال 29 ايكوال 2n، انا مش عارف النمبر اوف نيوترون معرفوش، يبقى ده 2n اسيبه زي ما هو، بلس الاتوميك نمبر او الزد، الزد اللي هي كام؟ اللي هي 9. اذا ال 2n ايكوال 29 ماينس 9 ايكوال 20.
إذا الـ n إيكوال 20 أوفر 2 إيكوال كام؟ إيكوال 10. يبقى أنا كده عرفت يا شباب الـ number of neutron إيكوال 10 نيوترون. طب الماس نمبر ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن الأتوميك نمبر بلس الـ number of neutron. يبقى الماس نمبر إيكوال الـ number of proton اللي هو كام؟ اللي هو 9 بلس الـ number of neutron اللي هو 10، يبقى الماس نمبر إيكوال 19. يبقى أنا دلوقتي هستبعد C وهستبعد D. يبقى انا في واحده من دول، لا اما A لا اما B. ال A وال B الاثنين ب 19، ده الماس نمبر اللي انا حسبته، لان الماس نمبر يا شباب او الماس عشان ناخد بالنا، الماس ايكوال 9 بلس 10 يعني ايكوال كام؟ ايكوال 19. طيب عاوزين بقى نطلع ذا نمبر اوف اب كوارك، نمبر اوف اب كوارك نكتب الرول اللي عندي، الاب كوارك النمبر بتاعها ايكوال ايه؟ ايكوال 2 زد بلس ان. 2z بلس n. طيب الزد عندي بكام؟ اللي هو الاتوميك نمبر اللي هو 9، يبقى 2 تايم 9 بلس ال n بكام؟ انا لسه حاسب ال n اهو بكام؟ ب 10، يبقى بلس 10 ايكوال 18 بلس 10 يعني ايكوال كام يا شباب؟ 28. يبقى النمبر اوف اب كوارك 28، اذا الاوبشن ايه ده هو الصحيح. يبقى تاني يا شباب، يبقى هو مديني النمبر اوف داون كوارك، قدرت من خلاله احسب النمبر اوف نيوترون. بعد ما طلعت النمبر اوف نيوترون هو عاوز الماس نمبر، طب الماس نمبر ايكوال النمبر اوف نيوترون بلس الاتوميك نمبر او النمبر اوف بروتون ايكوال 19. طب عاوز كمان النمبر اوف اب كوارك، استخدم الرول اللي عندي، نمبر اوف اب كوارك ايكوال تو الزد بلس ان. ومنها قدرت احسب الاب كوارك طلع بكام؟ ب 28. اذا الاوبشن ايه هو الصحيح؟ طيب يبقى هنا يا شباب احنا دي توتال نمبر اوف داون، احنا ده استخدمناه او حلناه، يبقى دي ايكوال 2 ان بلس زد، ومنها طلعنا ال ان ايكوال كام؟ ايكوال 10. بعد كده حسبنا الماس نمبر 9 بلس 10 ايكوال 19، ثم رجعنا نحسب التوتال نمبر اوف اب ايكوال 2 زد بلس ان، ومنه طلعنا ان النمبر اوف اب كوارك ايكوال 28 اللي هو الاوبشن نمبر ايه هو الصحيح. طيب ناخد بروبلم ثانيه او اكزامبل ثاني. بيقول لي which of the following represent the number of quarks in the nucleus of tritium. يبقى هنا بيختبرني في نقطتين، الاول اعرف التريتيوم ده اساسا ايه. التريتيوم ده ايزوتوب للهيدروجين اللي هو عباره عن اتش 1 3، الاتوميك نمبر بتاعه بكام؟ ب 1، والماس نمبر بتاعه ايكوال 3، ده اللي هو التريتيوم. احنا قلنا ان الهيدروجين هاز 3 ايزوتوبس، بروتيوم ديوتيريوم تريتيوم. هنا بيتكلم على مين؟ على التريتيوم اللي هو الاتوميك نمبر بتاعه ب 1 والماس نمبر ايكوال كام؟ ايكوال 3. طيب عاوز ايه بقى يا شباب؟ عاوز النمبر اوف اب كوارك والنمبر اوف داون كوارك. خلاص نستخدم الرول بتاعتنا، احنا عاوزين نطلع النمبر اوف اب، يبقى النمبر او ذا نمبر اوف اب ايكوال 2 زد بلس ال ان. طيب ايكوال 2 الاتوميك نمبر للتريتيوم بكام؟ ب 1، يبقى 2 تايم 1 بلس ال ان. ما استعجلش وقول 3، لا 3 ده النمبر اوف نيوترون، 3 ماينس 1 يعني ايكوال كام؟ ايكوال 2. يبقى النمبر اوف نيوترون ايكوال الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر يعني ايكوال 2. يبقى 2 تايمز 2 ايكوال 2 بلس 2 ايكوال كام؟ ايكوال 4. يبقى انا كده يا شباب انا عندي النمبر اوف اب كوارك ايكوال 4. طبعا انا لما اجي ادور على الاوبشن اللي عندي الوحيده اللي فيها الاب ايكوال 4 اللي هي الايه؟ لو انا في الامتحان وانا عندي وقت محدود ممكن خلاص انا كده وصلت للاجابه. طيب عاوز اتاكد احسب كمان النمبر اوف ايه؟ اوف داون. المفروض يطلع بكام؟ يطلع ب 5. يبقى نحسب النمبر اوف داون كوارك، ادي النمبر، نمبر اوف داون كوارك ايكوال 2n بلس z ايكوال ال n بكام؟ ادي 2 ال n اللي هو 3 ماينس 1 ايكوال 2، يبقى 2 تايم 2 بلس الزد اللي هو بكام؟ اللي هو ب 1، يبقى 2 تايم 2 ايكوال 4 بلس 1 ايكوال كام؟ ايكوال 5. يبقى الاوبشن نمبر ايه هو الصحيح؟ يبقى النمبر اوف اب ايكوال 4 والنمبر اوف داون ايكوال ايه؟ 5. يبقى استخدام الرولز دي يا شباب هتسهل عليا كتير جدا. النمبر اوف اب اقدر احسبه من الرول 2 زد بلس ان،
والنمبر اوف داون اقدر احسبه من خلال الرول 2n بلس اي بلس زد. طيب ناخد اكزامبل تاني. طبعا ده احنا حلينه اتش 1 3، حسبنا التوتال نمبر اوف اب من خلال الرول 2 زد بلس ان، يبقى 2 تايم 1 بلس 2 ايكوال 4. والنمبر اوف داون من خلال الرول 2 ان بلس زد، يعني 2 تايم 2 بلس 1 ايكوال كام؟ 5. يبقى الاوبشن ايه؟ هو الاوبشن الصحيح. مظبوط. طيب ناخد اكزامبل تاني، بيقول لي ذا نيوكلاس اوف ذا اتوم element of the atom of the element x. يبقى انا عندي element x النيوكلاس او النيوكلاس بتاعته كونتين 6 بروتون، يبقى انا كده عندي كام يا شباب؟ 6 بروتون، او الاتوميك نمبر ليه بكام؟ ب 6. طيب and 22 داون كوارك، يكون من 22 داون كوارك. when the nucleus lose 1 بيتا بارتكل، what is the number of the up quarks in the nucleus for the nucleus of the formed element اللي هو الواي. تاني انا عندي دلوقتي يا شباب تو اليمنت، مين ومين؟ عندي الاكس، عندي الاكس وعندي الواي. الاكس اداني معلومه ذا نيوكلاس اوف ذا اتوم اكس كونتين 6 بروتون، يبقى الاتوميك نمبر او الزد ايكوال كام؟ ايكوال 6. طيب قال لي ان النمبر اوف داون كوارك، النمبر اوف داون كوارك ايكوال 22. طيب نستخدم الرول بقى عندنا يا شباب، النمبر اوف داون ايكوال ايه؟ ايكوال 2 ان بلس زد. طيب النمبر اوف داون ايكوال، هو قال لي بكام؟ ب 22. ايكوال 2 ان، ما انش عارف الان بكام، بلس الزد، انا عندي الاتوميك نمبر بكام؟ ب 6، يبقى بلس 6. اذا ال 2 ان ايكوال 22 ماينس 6، يعني ايكوال 16. يبقى ال n ايكوال كام؟ ايكوال 8. يبقى النمبر اوف نيوترون ايكوال كام يا شباب؟ 8. اذا الاكس ده اقدر اقول ان الاكس الاتوميك نمبر بتاعه ب 6، ادي 6، والماس نمبر ايكوال النمبر اوف نيوترون اللي هو 8 بلس الزد اللي هو 6، يعني 14. يبقى الاليمنت اكس عرفته، ده عباره عن كام؟ الاتوميك نمبر ايكوال 6 والماس نمبر ايكوال 14. طيب تعالوا بقى نشوف الواي ده، حكايه الواي ده ايه؟ وات از ذا نمبر اوف اب كوارك ان ذا نيوكلاس واي. طب الواي دي اتكونت عن طريق ايه؟ ان الاكس لوز 1 بيتا. طب احنا عارفين ان الاكس دوت اللي هو كام؟ اللي هو 6 14. وين لوز بيتا؟ البيتا ده عباره عن ايه؟ نيجاتيف 1 0. قلنا هو نفسه بنسميه ذا الكترون اوف ذا نيوكلاس او ذا نيوكلاس الكترون. يبقى الاليمنت واي ده يا ترى الاتوميك نمبر بتاعه يكون كام والماس نمبر بتاعه كام؟ ده 6 ده نيجاتيف 1، يبقى اكيد ده بكام؟ ده ب 7. عشان يبقى 7 نيجاتيف 1 او ماينس 1 ايكوال كام؟ ايكوال 6. في حين الماس نمبر 14 doesn't change، يعني ده 14. يبقى انا كمان عرفت الواي، الواي ده عباره عن ايه؟ واي 7 14. طب هو عاوز ايه؟ عاوز النمبر اوف اب كوارك. ممكن نفس السؤال يقول لي وات از ذا ماس نمبر اوف مثلا اليمنت او ذا اتوميك نمبر اوف اليمنت واي، يكون ايه؟ يبقى انا لازم عشان اعرف الاتوميك نمبر للواي لازم ابقى عارف الاتوميك نمبر لمين؟ للاكس الاول زي ما حسبنا كده، وبعدين نضيف عليه 1. الماس نمبر طبعا ده بيتا، الماس نمبر دازنت تشينج، ما بيتغيرش. طيب تعالوا بقى نشوف بقى كده يا شباب ازاي نحسب النمبر اوف اب. نمبر اوف اب كوارك ايكوال تو زد بلس ان. الزد عندي بكام؟ ب 7، يبقى 2 تايم 7 بلس الان، الان اللي هي 14 ماينس 7 ايكوال كام؟ ايكوال 7. طيب 2 تايم 7 ايكوال 14 بلس 7 ايكوال 21. يبقى النمبر اوف اب ايكوال كام يا شباب؟ ايكوال 21 اللي هو الاوبشن نمبر كام؟ نمبر بي. لو قال لي ذا نمبر اوف داون، يبقى خلاص استخدم برضو نفس الرول اللي احنا خدناه قبل كده، ان النمبر اوف داون ايكوال تو ان بلس زد، واقدر احسبها. يبقى تاني يا شباب، يبقى هو بيقول لي ان انا عندي اليمنت الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ 6، مديني الاتوميك نمبر ومديني النمبر اوف داون. من خلال الاثنين دولت يا شباب قدرت احسب النمبر اوف نيوترون. يبقى انا عرفت الاليمنت اللي عندي الاتوميك نمبر بتاعه كام والماس نمبر بتاعه كام. طب هو بيقول لي ان الاليمنت اكس دوت اميت بيتا،
يبقى لما بيعمل emission لبيتا new element is formed with atomic number، الاتوميك نمبر بتاعه بيكون more by 1، بيزيد ب 1، لكن الماس نمبر doesn't change. يبقى احنا عرفنا الواي، ومن خلاله قدرنا نحسب النمبر اوف ايه، اوف اب كوارك. يبقى برضو سهله ما فيهاش حاجه. يبقى ده الحل بتاعنا، بيقول اذا توتال اوف نمبر، يبقى نفس اللي احنا حلناه. طلع الاول النمبر اوف نيوترون اللي هو ايكوال كام، اللي هو ايكوال 8، وبعد كده كتبنا الايكويجن ان اكس بيدينا بيتا بلس واي. قدرنا نعرف الاتوميك نمبر للواي اللي هو كام، 7، والماس نمبر اللي هو 14، وبعد كده قدرنا نحسب النمبر اوف اب كوارك من خلال الرول تي تو زد بلس ان، هيطلع عندي بكام، ب 21. طيب كويس جدا. ناخد اكزامبل تاني، يبقى كده الاوبشن عندي نمبر بي هو صحيح اللي هو 21. طيب ناخد نقطه تانية بقى نتكلم فيها عن ذا ريليشن بتوين ماس اند انرجي. ذا ريليشن بتوين ماس اند انرجي، هل في ريليشن او في علاقه بين الماس والانرجي؟ قال لي ايوه، ان الماس كان بي كونفيرتد، ممكن تتحول تو انرجي. يبقى الماس كان بي كونفيرتد تو انرجي، ممكن تتحول الى انرجي. طب الانرجي دي يا شباب كان بي كالكوليتد، اقدر احسبها باي تو ميثودز اور باي تو رولز، بقانونين اتنين. يبقى تاني، يبقى انا عندي الماس ممكن تتحول لايه يا شباب؟ لانرجي. يبقى الماس ممكن احولها لانرجي او انرجي اي انرجي. طيب الانرجي دي اقدر احسبها ازاي؟ عندي تو رولز، قانونين اتنين او طريقتين اتنين من خلالها اقدر احسب الانرجي. The first rule is E equal الماس تايم C باور 2. الإي الإنرجي، بس شرط هنا لازم الإي اليونت بتاعتها تكون بالجول. يبقى E equal الماس تايم C باور 2، الأول الإي دي عبارة عن إيه؟ الإنرجي، اليونت جول. طيب الماس دي الماس اللي هتتحول لإنرجي، ولازم تكون اليونت بتاعتها إيه؟ كيلوجرام. يبقى تاني، يبقى لما اجي استخدم الرول دي يا شباب، ايه هي الكونديشن او ايه هي الشروط اللي لازم تكون متوفره عندي؟ الاي هنا لازم تطلع بالجول، والماس تطلع بالكيلوجرام. طب السي دي اللي هي ايه؟ ذا سبيد اوف لايت، ده سرعه الضوء، وده كونستانت ثابت بكام؟ ب 3 تايم 10 باور 8 متر بير سكند. بس هاخده طبعا باور ايه؟ باور 2. يبقى تاني يا شباب، ذا فيرست رول باي ويتش اللي بيها وي كان كالكوليت ذا انرجي، اللي هي ايه الرول دي؟ اللي هي اينشتاين، ودي بنسميها اينشتاين رول. دي الرول دي خاصه باينشتاين، كلنا نسمع الاسم معروف. يبقى الاي ايكوال الماس تايم سي باور 2، دي الايكويجن الخاصه باينشتاين. الاي هي الانرجي اليونت بتاعتها بالجول، الماس لازم تكون عندي بالكيلوجرام، والسي هي سبيد اوف لايت، وده كونستانت ايكوال 3 تايم 10 باور 8 وهو سبيد اوف لايت. طيب قلنا ان في تو رولز، يبقى دي الفيرست. طب في عندي واحده ثانيه سكند رول اللي ممكن استخدمها، ان الاي ايكوال الماس تايم 931، وده كونستانت ثابت عندي. يبقى الاي ايكوال الماس تايم 931. هنا الاي الانرجي لازم تكون بالمليون الكترون فولت، ودي جديده علينا. احنا خدنا في بدايه شابتر 4 ان في عندي تو يونت للانرجي اللي هي الجول والكالوري، لكن ما خدناش المليون الكترون فولت اول مره تعدى علينا. يبقى احنا نضم لليونت اوف انرجي، يبقى احنا عندنا الجول وعندنا الكالوري، ودلوقتي عندنا المليون الكترون فولت، وفي عندنا الالكترون فولت بس. يبقى دي كلها يونتس المين يا شباب للانرجي. يبقى الاي هنا لازم تكون اليونت بتاعتها بالمليون الكترون فولت، وهناخد بعد كده ازاي نقدر نحول يونت زي المليون الكترون فولت ليه يونت زي الجول او العكس. يبقى الايه هنا لازم اليونت بتاعته تكون بالمليون الكترون فولت، والماس هنا لازم تكون بالاتوميك ماس يونت. الماس ما تاخدهاش بالكيلوجرام، لا، هنا الماس لازم تكون بالاتوميك ماس يونت او اليو، وده طبعا ايه؟ كونستانت. يبقى انا عندي تو رولز نقدر نستخدمهم ان احنا نحسب ذا انرجي الناتجه عن ايه؟ الناتجه عن ترانسفورميشن، تحويل الماس انتو انرجي. يبقى الماس كان بي كونفرتد انتو انرجي. طب كميه الانرجي دي احسبها ازاي؟ احسبها باستخدام واحد من التو رولز دول، لا اما الاي ايكوال الماس تايم سي باور 2 اور اي ايكوال الماس تايم 931. طب امتى استخدم الرول دي او الرول دي؟ على حسب اليونت. استخدم الرول دي لما تبقى الماس عندي مدالي مثلا بالكيلوجرام،
وساعتها الاي هتطلع عندي بالجول. طيب استخدم الرول دي لما يكون الماس مدالي بالاتوميك ماس يونت، وقتها الاي هتطلع باليونت المليون الكترون فولت، وهناخد ازاي اقدر احول من اليونت دي لبعضيها، سواء من الكيلو جرام للاتوميك ماس يونت او العكس، او من المليون الكترون فولت للجول وهكذا. طيب ناخد كده بروبلم ونشوف. بيقول لك كالكوليت ذا انرجي ان كيلو جول. ايه ده؟ ده ما فيش عندي في التولز بالكيلو جول، اقرب حاجه ليها بالنسبه لي تبقى سهله اللي هي الجول. يبقى انا دلوقتي وعاوزها بالكيلو جول، انا عندي تولز واحده الاي فيها هتطلع عندي بالجول، والثانيه بتطلع بالمليون الكترون فولت. طب الاسهل ليا ان انا احول ليها طبعا هي الجول، اسهل ان انا احول جول لكيلو جول. يبقى انا هستخدم الرول الاولى produced from transformation of 5 جرام of substance to energy 5 جرام. نفتكر الرول عندي كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول ال E equal الماس تايم ال C باور 2. الماس دي لازم تكون بال A بالكيلو جرام، طب دي 5 جرام يبقى لازم احولها الى كيلو جرام. يبقى انا اقدر اقول ان ال E نحل هنا E equal الماس اللي هي عندي اللي هي 5، بس ما تنفعش بالجرام، لازم احولها الى كيلو جرام، يبقى تايم 10 باور نيجاتيف 3 تايم السي. السي اللي هي بكام؟ ده كونستانت انا عارفه، 3 تايم 10 باور 8، بس باور كام؟ باور 2. ونشوف الاي تطلع بكام. طيب بعد ما اطلع الاي اليونت عندي هتكون بالاي بالجول. طب هو مش عاوزها بالجول، عاوزها بالكيلو جول، يبقى الرقم اللي هيطلع عندي هاخده تايم 10 باور نيجاتيف 3 عشان احوله من جول لكيلو جول، لان يعني عارفين كلمه كيلو دي يعني عشان هحول من اليونت الاساسيه اللي هي الجول للكيلو جول، يبقى تايم 10 باور نيجاتيف 3، والعكس لو من كيلو جول للجول تايم 10 باور 3. طيب تعالوا بقى نشوف الكلام ده هيطلع بايه. ناخد الاستيب الاولى، كتبنا الرول اي ايكوال ماس تايم سي باور 2 ايكوال، نحط مكانها كام؟ 5 تايم 10 باور نيجاتيف 3. ليه؟ عشان احول من جرام لكيلو جرام، لان الرول دي بستخدمها لازم الماس تكون بالكيلو. يبقى 5 تايم 10 باور نيجاتيف 3 تايم السي اللي هي 3 تايم 10 باور 8 باور 2 ايكوال 4.5 تايم 10 باور 14 جول. هو مش عاوز بالجول، هو شرط عليا ان انا اطلع الانرجي بالكيلو جول. يبقى انا ازاي احول من كيلو من جول لكيلو جول؟ يبقى تايم 10 باور نيجاتيف 3 يطلع عندي 4.5 تايم 10 باور 11 كيلو جول. معايا كده يا شباب؟ يبقى انا كده عندي تو رولز اقدر من خلالهم احسب الانرجي. هنا اخترت واحد منهم، اخترت الاولى اللي هي الاي ايكوال الام تايم السي باور 2، لان اسهل في التعامل مع اليونتس اللي هي عندي. الجرام سهل ان انا احوله الى كيلو جرام، والكيلو جول اللي عاوزها سهل ان انا احول من الجول للكيلو جول. طيب ناخد بروبلم تاني. بيقول لي كالكوليت ذا انرجي مليون الكترون فولت. هنا بقى عاوز الانرجي بالمليون الكترون فولت. يبقى الاسهل ان انا استخدم السكند رول اللي هي الاي ايكوال الماس تايم 931. الماس دي لازم تكون بالايه؟ باليو او الاتوميك ماس يونت، ودي الانرجي هتطلع بالمليون الكترون فولت. طيب يبقى هو عاوز الانرجي ان مليون الكترون فولت بريديوسد فروم ترانسفورميشن اوف 5 بوينت كذا. ده الماس، اليونت بتاعتي هي ايه؟ هي اليو. يبقى الماس عندي فعلا باليو او الاتوميك ماس يونت. يبقى انا اقدر استخدم الرول مباشره بدون اي ترانسفورميشن او بدون اي تحويل لليونت، اخدها زيها بنفس الايه؟ الارقام اللي موجوده عندي. يبقى نكتب الرول اللي عندي اي ايكوال الماس تايم 931 ايكوال الماس اللي عندي اللي هي كام؟ 5.012 تايم 10 باور 24، دي اللي هي الماس. اتاكد ان اليونت عندي هي الاتوميك ماس يونت. تايم 931 ايكوال 2.8 تايم 10 باور 27 مليون الكترون فولت اللي هي عاوزها. يبقى انا ده ما عملتش اي، اخدت النمبر زي ما هي. ليه؟ لان اليونت عندي جاهزه، الماس بالاتوميك ماس يونت، والاي عندي طلعت بالمليون الكترون فولت اللي هو عاوزها. طيب افرض ان عندنا البروبلم فيها بقى ان انا محتاج ان انا احول من يونت للثانيه. وقتها الاسهل ان احنا نستخدم هذا او نستخدم الرولز دي لغايه ما نحفظها او لغايه ما نعرفها، ازاي اقدر احول من يونت للثانيه. يبقى ده اختصار او تلخيص ازاي احول مثلا من المليون الكترون فولت للجول. يبقى تايمز كام؟ 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 13. طيب
العكس من انرجي بالجول لانرجي بالمليون الكترون فولت يبقى ديفايدد. ديفايدد باي كام؟ ديفايدد باي نفس النمبر 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 13. يبقى تاني من مليون الكترون فولت لجول تايم 10 باور تايم 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 13، والعكس من الجول للمليون الكترون فولت ديفايدد باي 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 13. طيب ازاي احول مثلا من الماس بالاتوميك ماس يونت للكيلوجرام؟ يبقى من الماس اتوميك ماس يونت للكيلوجرام يبقى تايم از 1.66 تايم 10 باور نيجاتيف 27. طيب العكس من كيلو جرام للاتوميك ماس يونت يبقى ديفايدد باي 1.66 تايم 10 باور نيجاتيف 27. طبعا الكلام ده مع الحل هتلاقي نفسك خلاص عرفته، مش محتاج تبص للايه للكلام دوت او الشكل ده عشان نقدر نعرف الارقام دي عباره عن ايه. في كذلك ازاي احول من اتوميك ماس يونت للجرام، مش للكيلو جرام، للجرام، هو نفس الرقم ده بس 10 باور نيجاتيف 24 ده نيجاتيف 27، لان الكيلوجرام ايكوال 10 باور 3 جرام. يبقى ده بدل ما نيجاتيف 27 اصبح نيجاتيف 24. طب ازاي احول من جرام لكيلوجرام؟ ده سهله، يبقى ديفايدد باي 1000 ومن كيلوجرام لجرام تايمز 1000. يبقى في البدايه وانا بحل يبقى الشكل ده قدامي. ازاي اقدر احول من يونت للتاني؟ معايا كده يا شباب؟ طيب نبدا ناخد بروبلمز محتاجه مني ان انا احول من يونت للتانيه باستخدام الشكل دوت عشان نقدر نحفظ الارقام دي عباره عن ايه. ناخد السؤال ده بيقول لي كومبليت، ده عشان يدربني بس ازاي استخدم، ازاي احول من يونت للتانيه من تو اتوميك ماس يونت للجرام. طب نحاول بقى نفتكر من اتوميك ماس يونت للجرام كان تايمز، تايمز كام؟ تايمز 1.6 تمام تايم 10 كام؟ يبقى ايكوال 2 تايم 1.66 تايم 10 باور نيجاتيف 24. يبقى تاني من اتوميك ماس يونت، من اتوميك ماس يونت اللي هي اليو للجرام، هنبص للشكل اللي كان موجود من شويه، يبقى انا هلاقي ان هو تايمز كام؟ تايمز 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 14. يبقى انا اخد النمبر اللي عندي اللي هو 2 اتوميك ماس يونت تايم 1.66 تايم 10 باور نيجاتيف 14. طب ازاي احول 2 اتوميك ماس يونت للكيلوجرام؟ يبقى 2 تايم 1.66 تايم 10 باور نيجاتيف 27. يبقى انا احول من نيو اتوميك ماس يونت للجرام تايم 1.66 تايم 10 باور نيجاتيف 24، ومن الاتوميك ماس يونت للكيلوجرام تايم 1.66 تايم 10 باور نيجاتيف 27. طيب مليون الكترون فولت للجول دي اخدناها برضو ازاي؟ يبقى تايمز 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 13. يبقى اخد النمبر اللي عندي ده اللي هو بالمليون الكترون فولت تايم الفاكتور اللي عندي اللي انا بستخدمه اللي هو مين؟ اللي هو 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 13. طيب ازاي احول من مليون الكترون فولت للكيلو جول؟ طب احنا عرفنا للجول، طب للكيلو جول المفروض عشان احول من الجول للكيلو جول يبقى تايم 10 باور نيجاتيف 3، يبقى الباور ده بدل ما هو نيجاتيف 13 هيزيد كمان 3 يبقى نيجاتيف كام؟ 16. يبقى من مليون الكترون فولت للكيلو جول يبقى 2.5 تايم 10 تايم 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 13. او لو انا مش عارف احول الاول من مليون الكترون فولت للجول وارجع احول من جول لكيلو جول تايم 10 باور نيجاتيف 3. طيب 6.2 مليون الكترون فولت للكالوري. الكالوري دي مش موجوده عندنا في الايه في الشكل اللي احنا شايفينه من شويه، عندنا للجول. طب ايه رايك نحولها للجول الاول وبعد ما نحول للجول نرجع نحول للكالوري؟ طب نحول ازاي من مليون الكترون فولت للجول لسه قايلين اهوت؟ يبقى تايم 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 13. يبقى اخد النمبر عنده بالمليون الكترون فولت 6.2 تايم 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 13. كده انا حولته للايه؟ للجول. هو مش عاوز جول، هو عاوز كالوري. ازاي احول من الجول للكالوري؟ يبقى ديفايدد باي 4.18، ودي خدناها في اول ليسون خالص. يبقى انا الاول حولت من مليون الكترون فولت للجول ورجعت بعد كده حولت من الجول للايه؟ للكالوري. يبقى القصه دي يا شباب محتاجه مني تدريب شويه، بحيث ان انا اي يونت عندي في البروبلم او في السؤال اللي عندي اقدر احوله لاي يونت انا محتاجها. طيب
ناخد بقى اكزامبل كده ونشوف. بيقول لي كالكوليت ذا انرجي بروديوسد فروم ترانسفورميشن اوف 50% اوف 10 جرام اوف سبستانس تو انرجي. خلي بالك بقى، انا هنا ما حصلش عندي ترانسفورميشن لل 10 جرام كاملين، لا ده حصل ترانسفورميشن ل 50 بس، 50% النص هو اللي اتحول ونص لا. اذا الجزء اللي هيتحول لانرجي مش 10، امال كام؟ النص يعني كام؟ يعني 5 جرام. يبقى تاني يا شباب، يبقى انا عندي مش بيقول لي كالكوليت زي انرجي برودوسد فروم ترانسفورميشن اوف 10 جرام، لا قال لي 50% اوف 10، نص ال 10 او 50% من ال 10 اللي هي كام؟ 5 جرام. يبقى انا عندي هنا الماس ايكوال مش 10 ايكوال 5 جرام. طب يا ترى نستخدم انهي رول؟ اما نشوف هو عاوز الاول الانرجي عاوزها بالايه؟ بالجول. يبقى الافضل استخدم الفيرست رول اللي هي الاينشتاين رول، ان الاي بالجول، ادي الاي باي جول ايكوال الام تايم السي باور 2 ايكوال الماس. مش لازم تكون مش ضروري الام لازم تكون بالكيلوجرام. طب انا عندي الماس هنا جرام، يبقى 5 عولها الى كيلوجرام، يبقى تايم 10 باور نيجاتيف 3 تايم السي اللي هي كام؟ اللي هي 3 تايم 8 باور كام؟ باور 2. واشوف النتيجة يطلع لي كام. اليونت عندي هتطلع بالايه؟ بالجول جاهزه. يبقى عندي ناخد الفيرست، يبقى الماس ايكوال 10 تايم 50 اوفر 100 اللي هي 50% ايكوال كام؟ 5 جرام. طيب نكتب الرول اللي عندنا، اي ايكوال للماس تايم السي باور 2. الماس عندي بكام؟ ب 5 جرام. يبقى 5 تايم 10 باور نيجاتيف 3 عشان احول من ايه؟ من جرام لكيلو جرام. تايم سي اللي هي 3 تايم 10 باور 8 دي طبعا دي باور 2 ايكوال كام يا شباب؟ ايكوال 4.5 تايم 10 باور كام؟ باور 14. برضو انا عندي كل بروبلم اكتب 3 تايم 10 باور 8، ممكن استخدمه بالرقم ده 9 تايم 10 باور 16 على طول، ما اقولش بقى باور 2. يعني انا في كل بروبلم لازم احسب ده باور 2. ده لو انا خدت الكالكوليتر بتاعتي وقلت 3 تايم 10 باور 8 باور 2 تطلع بكام؟ ب 9 تايم 10 باور 16. ممكن استخدم الرول اللي عندي واقول ان الانرجي اللي هي الاي ايكوال الماس باي كيلو جرام تايم كام بقى؟ 9 تايم 10 باور 16. بدل ما كل مره اكتب 3 تايم 10 باور 8 باور 2، يبقى 9 تايم 10 باور 16 دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن 3 تايم 10 باور 8 باور 2. طلعت عندي اليونت هنا عندنا بالجول، يبقى انا ده الايه المطلوب اللي عند الاولاني ايه. طيب نشوف بي عاوز المليون الكترون فولت. انا هنا كده عندي طريقتين اتنين، ممكن استخدم اللي انا طلعته في المطلوب الاولاني اللي هي طلعت عندي الانرجي بالايه؟ بالجول اللي هي 4.5 تايم 10 باور 14، احولها مباشره للمليون الكترون فولت. طب ازاي احول من جول للمليون الكترون فولت؟ يبقى divided by كام؟ 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 13. يبقى كده هحول من ايه؟ من جول لايه؟ للمليون الكترون فولت. خلاص ماشي. يبقى انا كده طلع هيطلع عندي بكام؟ ب 2.8125 تايم 10 باور 27 مليون الكترون فولت. يبقى انا كده حسبنا كمان البي. يبقى انا حولت مباشره من الجول للمليون الكترون فولت. طب لو جالي سؤال زي ده في الامتحان يا شباب ومطلوب مره بالجول ومره بالالكترون فولت، افضل ان انا لا احسبها من البدايه تاني المليون الكترون فولت من البدايه. ليه؟ عشان انا لو حسبت الرقم ده خطا الجول كان خطا، بالتالي المليون الكترون فولت كمان هيطلع خطا. فالافضل ان انا ارجع اعيد تاني بالانذر انسر او بطريقه تانيه، ان الماس ايكوال الاول ايكوال كام؟ هي 5 جرام. الماس عندي طلعت الماس ال 50% طلع 5 جرام. طب انا لما اجي استخدم الرول الثانيه الاي ايكوال الماس لازم تكون بالاتوميك ماس يونت، يبقى انا احول من جرام للاتوميك ماس يونت، يبقى ديفايدد باي 1.66 تايم 10 باور نيجاتيف 24. كده حولت من ايه؟ من الجرام لليو او الاتوميك ماس يونت. طلعت بكام؟ ب 3.01 تايم 10 باور 24 اتوميك ماس يونت. يبقى انا كده حولت الماس من جرام لاتوميك ماس يونت. ليه؟ لان الرول اللي انا هستخدمها شرط عليا ان الماس لازم تكون بالاتوميك ماس يونت.
الاي ايكوال الماس بالاتوميك ماس يونت اللي احنا حسبناه اهي يا شباب تايمز 931. يبقى تاني الاي ايكوال الماس ان اتوميك ماس يونت تايم 931 ايكوال هتطلع ب 2.81.5 نفس الايه الناتج اللي طالع دوت. يبقى ده الكلام ده صحيح والكلام ده صح. الافضل بالنسبه لي او الاسهل بالنسبه لي استخدمه. يبقى انا كده يا شباب انا عندي كام رول اقدر من خلالها الماس تتحول لانرجي، او نقدر من خلالها نحسب الانرجي ريزلت فروم ترانسفورميشن اوف ماس تو انرجي. عندي تو رولز. ذا فيرست رول اي ايكوال الام تايم سي باور 2، وهنا لازم الام تكون بالكيلو جرام والاي تطلع عندي بالجول. لا اما استخدم ان الاي ايكوال الماس تايم 931، وفي الحاله دي الماس لازم تكون باليو او الاتوميك ماس يونت، والاي تطلع عندي بالمليون الكترون فولت. ما فيهاش اي مشكله، هي عاوزه بس ايه ان انا احل. طيب ناخد كويتشن تاني، ده يمكن احنا خدناه قبل كده في الايه، مش النهارده، خدناه الاسبوع الماضي في الحصه بتاع الاسبوع اللي فات. بيقول لي among the nuclei which emit beta particle. تاني بيقول لي مين في among the nuclei which emit beta particle to reach its stability. مين من الفور نيوكلاس او الفور اتومز الاربعه دول اللي هو مين، الهيليوم والكربون والاكسجين والفلوراين، مين فيهم اللي ريتش اتس ستابيليتي باي لوزنج بيتا بارتكل. احنا اتفقنا خدنا الاسبوع اللي فات الاستابيليتي بيلت. ايه الاستابيليتي ده؟ بيلت كان هو عباره عن شكل بالشكل دوت. ده كان ريليشن ما بين الزد النمبر اوف بروتون والنمبر اوف نيوترون، وقلنا كل الاليمنت اللي الان اوفر الزد بالنسبه له موجوده على الاستابيليتي بيلت يبقى ستيبل، والاليمنت اللي موجوده ان ذا ليفت يبقى انستيبل، واللي موجود ان ذا رايت انستيبل، واللي موجود اباف انستيبل. واتفقنا اللي موجود ان ذا ليفت ده يوصل للاستابيليتي ازاي؟ باي اميت اوف بيتا. ليه؟ لان النمبر اوف نيوترون جريتر ذان ذا نمبر اوف بروتون. يبقى نيوترون بيتحول لبروتون بلس بيتا، والاليمنت ان ذا رايت ده يوصل للاستابيليتي ازاي؟ باي ايميشن اوف بوزيترون اللي هو البي بوزيتيف. يعني ايه؟ يعني البروتون بيتحول لايه؟ لنيوترون. لكن هنا كان بيديني بيتا امتى؟ لما النيوترون يتحول لبروتون بلس بيتا. هنا البروتون يتحول لنيوترون بلس بوزيترون، وهنا النيوترون يتحول الى بروتون، الى بروتون اهو بي بلس ايه؟ بلس بيتا. طيب هنا بقى بيسالني مين فيهم اللي هيوصل للاستابيليتي باي ايميشن اوف ايه؟ اوف بيتا. بيتا يبقى هو موجود ايه يا شباب؟ ان ذا ليفت. طالما بيوصل للاستابيليتي باي لوزنج بيتا يبقى ده موجود ان ذا ليفت. موجود ان ذا ليفت يبقى النمبر اوف نيوترون جريتر ذان ذا نمبر اوف بروتون، عدد النيوترون زياده عن اللازم. طيب تعالوا نحسب كده النمبر اوف نيوترون لكل واحد في دول. هنا الهيليوم النمبر اوف بروتون 2، والنمبر اوف الماس نمبر ايكوال 4، يبقى النمبر اوف نيوترون ايكوال 4 ماينس 2 ايكوال كام؟ ايكوال 2. يبقى هنا النمبر اوف نيوترون ب 2 والنمبر اوف بروتون بكام؟ ب 2. ده قد ده، يعني ده اوفر ده ايكوال 1. لا ده ستيبل. طيب 6 14 النمبر اوف نيوترون ايكوال 14 ماينس 6، يعني ايكوال كام؟ ايكوال 7. ايه ده؟ يبقى النمبر اوف نيوترون اكبر من النمبر اوف بروتون. يبقى هو ده، احنا عاوزين واحد النمبر اوف نيوترون اكبر من النمبر اوف بروتون عشان النيوترون يتحول لبروتون بلس بيتا، لان هو اللي بيتا. يبقى دوت انا شايف ان ده صح. ليه؟ لان النمبر اوف نيوترون اكبر من النمبر اوف بروتون. طب نجرب الباقي، 16 ماينس 8 يطلع بكام؟ ب 8. لا ده هنا النمبر اوف نيوترون 8 والنمبر اوف بروتون 8، يعني ريشيو ايكوال 1. ده 17 و 9، يبقى 17 ماينس 9 ايكوال 8. ده هنا العكس، النمبر اوف نيوترون اقل من النمبر اوف بروتون، يبقى ده موجود ان ذا رايت. عدد البروتون اكبر من عدد النيوترون، لكن احنا عاوزين واحد، يبقى النمبر اوف نيوترون جريتر ذان ذا نمبر اوف بروتون. يبقى هو الاجابه عندي هتبقى رقم كام؟ نمبر سي. احنا كده برضو رجعنا على جزء مهم واخدناه الاسبوع الماضي. طيب ناخد سؤال تاني مشابه ليه برضو بس العكس. بيقول among the nuclei which emit beta بيزوترون، اسف emit بيزوترون، خلاص نشرب دي خالص.
يبقى اميت ايه يا شباب؟ بيزوترو. يبقى among the nuclei which emit بيزوترون to reach stability. امتى emit بيزوترون؟ اتفقنا لما يبقى موجود ايه؟ موجود in the right of stability belt. هنا كده ال N over Z تبقى موجودة هنا. يعني ايه؟ يعني النمبر اوف بروتون اكبر من عدد النيوترون، عشان كده البروتون هيتحول لايه؟ يتحول لنيوترون. طيب تعالوا نشوف من الفور نيوكلاي دولت مين فيهم النمبر اوف بروتون جريتر ذان ذا نمبر اوف نيوترون. نشوف هنا يا شباب نمبر اوف بروتون والنمبر اوف نيوترون، ادي النمبر اوف بروتون جاهز اهو 19، النمبر اوف نيوترون ايكوال 38 ماينس 19، يعني ايكوال كام؟ ايكوال 19 برضه. يبقى ده قد ده؟ لا ده ستيبل ده. طيب ندخل على اللي بعده 19 و 35، 35 ماينس 19 يطلع بكام؟ ادي 6 يطلع 16. طيب ده النمبر اوف بروتون، ادي البروتون اكبر من النمبر اوف نيوترون. ايه ده؟ هو ده اللي احنا عاوزينه؟ ما هو مين اللي بيطلع بوزيترون دوت؟ لما يكون البروتون اكبر من النيوترون. اه ده البروتون اكبر من النيوترون، يبقى هو ده. طيب نكمل الباقي كده ونشوف الكالسيوم 20 و 40، يبقى 40 ماينس 20 ايكوال كام؟ ايكوال 20. لا ده ريشيو ايكوال 1، ده قد ده 19 و 40 يبقى ايكوال كام؟ ايكوال 21. لا ده هنا النمبر اوف نيوترون هو اللي اكبر من النمبر اوف بروتون، لا ده يبقى موجود ان ذا ليفت، ويطلع لي ايه؟ ويطلع لي بيتا. لكن هو عاوز اميت مين؟ اميت بيزترون، يبقى لازم يبقى موجود ان ذا ايه؟ ان ذا رايت. او الان اوفر زد لازم يبقى الان اوفر زد للزان 1، ان الزد يكون اكبر من كام؟ اكبر من الان. او النمبر اوف بروتون جريتر ذان ذا نمبر اوف نيوترون، يبقى هي فعلا الاوبشن نمبر بي هو الصحيح. اتمنى ان احنا نكون فهمنا درسنا النهارده. احنا اتكلمنا فيه عن ايه يا شباب الاول؟ احنا بدانا نتكلم عن الكوارك، وقلنا ايه هي الكوارك؟ هي اليونتس اللي بيكون منها البروتون والنيوترون. طب عندي منها كام نوع؟ عندي منها تو تايبس، اب كوارك وداون كواركس. الاب بوزيتيف 2 اوفر 3 اوف ذا تشارج اوف الكترون، في حين الداون اللي الشارج بتاعته نيجاتيف 1 اوفر 3 اوف ذا تشارج اوف ايه؟ اوف الكترون. طيب البروتون بيكون من ايه؟ بيكون من تو اب اند 1 داون. البروتون بيكون من تو اب اند 1 داون. طيب النيوترون بيكون من 2 داون بلس ايه؟ اهو يبقى البروتون بيكون من 2 اب و 1 داون، عشان كده الشارج عندي لما حسبناها طلعت بكام؟ ببوزيتيف 1. والايه؟ النيوترون بيكون من 2 داون و 1 اب، لما نحسب لها التوتال شارج يطلع بكام؟ بالنيجاتيف. يبقى دي اول نقطه احنا خدناها، الكوارك هي اليونت اللي بيكون منها البروتون والنيوترون، وعرفنا البروتون بيكون من 2 اب و 1 داون، وعرفنا النيوترون بيكون من 2 داون و 1 ايه؟ 1 اب. وعرفنا ازاي نحسب التوتال نمبر اوف اب كواركس والتوتال نمبر اوف داون كواركس من خلال الرولز اللي احنا كتبناها، اللي هي ايه؟ نمبر اوف اب كوارك اللي هي دي يا شباب، نمبر اوف اب كوارك ايكوال تو زد بلس ان، والنمبر اوف داون كوارك ايكوال تو ان بلس ايه؟ بلس زد. ثم بعد ما خلصنا موضوع الكوارك دوت، بدانا نتكلم على ان الماس كان بي تشينجد او كان بي ترانسفورمد انتو انرجي. اقدر احسب الانرجي دي من خلال كام رول؟ من خلال تو رولز. الفيرست رول اللي هي الاي ايكوال الام تايم سي باور 2، وهنا اللي هو تو رولز دي يا شباب نشوفها برضو مع بعض، والرول الثانيه الاي ايكوال الماس تايم 931. الفرق ما بين الاثنين هي اليونتس اللي انا بستخدمها. في الرول الاولى اللي هي اينشتاين رول، لازم تكون الماس عندي بالكيلوجرام والاي هتطلع عندي بالجول، في حين السكند رول اللي هي الاي ايكوال الماس تايم 931، الماس لازم تكون بالاتوميك ماس يونت، والاي في الحاله دي هتطلع بالمليون الكترون ايه؟ فولت. اتمنى ان احنا نكون استوعبنا درسنا النهارده، وان شاء الله نكمل بقيه دروسنا في الاسابيع القادمه، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.